ان شاء الله. انا عندي سؤال بس باشمهندس ابراهيم على موضوع الفريكونسي ريوز. حلو تمام باشمهندس ابراهيم، بس باش نوفر عليك الوقت، يعني احنا اللي درسناه زمان في الجامعه ايامات، احنا طبعا احنا الناس الشيء انا فاكرها هاي الفريكونسي ريوز اللي تم استخدامها، وخلينا نقول يعني ترصيصها في مخنا. ركز معي الان، فعليا هي مش فريكوانسي ريوز، هي فعليا انا كل يوزر، انت الحين فعليا تستخدم، انت فعليا بتستخدم فريكوانسي صح؟ انت لما ترسل مكالمات او لما تتم ارسال مكالمات انت بتستخدم جزء من الفريكوانسي، جزء من الباندوت، هذا بيكون خاص لك صح ولا لا؟ لو صحيح. استخدمنا مثلا الاف دي دي، فكل يوزر له فريكوانسي خاص فيه. هسا مصطلح الفريكوانسي ريوز في التطبيق له مصطلحين. المصطلح الاول انه انا فعليا لما اطلع من البرج بيجي واحد ثاني يستخدم نفس الفريكوانسي، اي كانوت يوز ذا سيم فريكوانسي مي اند هيم، اوكي ان ذا سيم تايم، اوكي هاي اول نقطه. طيب المصطلح الثاني في الفريكوانسي ريوز هم قصدهم سيكتور اي دي ريوز او سيل اي دي ريوز. يعني انا لما يكون في عندي مجموعه سكاتر او مجموعه سايتات جنب بعض، ما بينفع ان انا اقول هذا السايت رقم واحد وسايت جنبه رقم واحد، تمام؟ انا بقسم الداون لينك وبقسم الاب لينك لسيلز وبوزعها على الابراج بدل ما يتم استخدامها في منطقه بعيده. ليش؟ لانه بيصير في عندي فول انترفيرنس، انا مطابق في الباندويث ومطابق في الباند يعني مثلا انت عندك سيكتور اي، خلينا نقول اعطينا رقم واحد، سيكتور رقم واحد، الكارير معروف رقم واحد، تمام؟ والباندويث من 910 ل 920. لو هذا الرقم تطابق مع برج قريب منه، انا ما بعرف على اي برج بدي اشبك، على البرج هذا ولا البرج هذاك، وبصير في عندي فول انترفيرنس. المصطلح هذا هو اللي تم شرحه لنا في الجامعات، المقصد في الفريكوانسي فريوز في الجامعات هو السيل اي دي ريوز، تمام؟ تمام. بس باشمهندس ابراهيم هو كده مر عليك الموضوع هذا، هو بس انا راسم رسمه قدامي، احنا زمان الخليه سداسيه الشكل صحيح، ولسه ستيل يعني صح؟ صحيح لساتها سداسيه الشكل. احنا لو تخيلنا واحدة في السنتر حيكونوا حيطين بها ستة سل، ستة خلايا. حلو صحيح. تمام. الخلية اللي في السنتر هذه لو سميناها رقم زيرو، لو تخيلنا فات تري سيكتور، تري سيكتور بيستخدموا تري فريكونسي اف 1 اف 2 اف 3 مثلا. هون ما اسمها فريكونسي، هي اسمها سل اي دي، تمام؟ يعني هون الغلط، احنا في الجامعة تمام، لما يعني المقصد في الجامعة العلمية لما أنا أقول لك F1 و F2 و F3 معناته أنه سيل ID1 سيل ID2 سيل ID3. كويس معك باشمهندس إبراهيم. أنا فكرتي أو سؤالي أن السل المجاورة يمين أو شمال أو فوق، هل بتستخدم نفس الفريكونسيز هذه F1 F2 F3؟ على الرغم من انهم متلاصقات، بس يعني ممكن ما يكون السيكتور مقابل السيكتور بنفس الفريكونسي. هذا زمان حسب علمي هذا اللي علمناه زمان يعني. طيب فاطمه موجوده معنا ولا لا؟ طيب ليش انا حكيت فاطمه؟ لانه فاطمه قعدت فعليا شهرين وهي تبحث في الموضوع هذا علميا، واكتشفت في الاخير ان الكلام اللي حكيت لها اياه صحيح. تمام ركزوا معايا يا خالد. تمام. هسا انا فعليا في عندي الخليه السداسيه صح؟ تمام. اوكي معلش انا رسمي سيء جدا، 1 2 3 4 5 6 7 على ايش هذا؟ كنترول اي سداسي ولا سباعي؟ وينها السداسيه؟ هون في رسمه رباعي وماسي، هاي سداسي. ايوه الله، هاي سداسي. تمام. ناخذ واحده، هاي سداسي. ناخذ واحده ثانيه، هاي سداسي. وهكذا. تمام. ولو قلنا انه فعليا كل سيكتور هو عباره عن خليتين زي هيك، كل سيل فيها 3 سيكتور. يس. سيكتور 2 سيكتور 3 وهي سيل 1 سيل 2 سيل 3. تمام. طيب خلينا نقول انه هاي زي هيك وزي هيك 1 2 3، ولو فرضنا انه هاي نفس الشيء 1 سوري 2 3، هاي 1 هاي 2 هاي 3. ركز معي
الآن وكلكم ركزوا معي لأنه هذا المصطلح درسناه في الجامعة كان المقصود منه إشي تمام، ولما تيجي على أرض الواقع هتلاقوا إشي مختلف. طب ليش إبراهيم؟ لأنه أنا فعليا تمام الفندور بيقدر يسمي الاسم اللي بده إياه على الإشي اللي بده إياه. هو دائما اسمها ITU Recommendation، ITU Standard Recommendation، Recommendation يعني هم بيقتر إذا أنت عملت عليه فولو كان بيها، ما عملت عليه فولو it's up to you. أوكي؟ الآن فعلياً لو نفرضنا إن إحنا 900 تمام، باند فريكوانسي 900 أو باند 900 تمام، الباند 900 بدأ من 910 ل 920 في الداون لينك، والأب لينك عندك هون 800 مثلاً 85 880 مثلاً 890 تمام، هذا الأب لينك. الآن إيش داخل 910 ل 920؟ في إشي اسمه باندويث اللي هو بيبدأ من هون وبينتهي لهون، هذا اسمه باندويث. اوكي حلو. طيب هل معقوله انه هذا السايت تردده مختلف عن هذا السايت، تردد مختلف عن هذا السايت؟ جاوبني يا خالد. باشمهندس ابراهيم الارقام اللي كتبتها هي داخل سيكتور معين في السل. مش لما تيجي مثلا شركه ليبيانا تروح على هيئه تنظيم قطاع اتصالات ليبيا تقول لهم هيئه قطاع اتصالات ليبيا بتقول لك انا عندي 910 ل 900 مثلا و35 هذول بدي ابيعهم، بتيجي شركه ليبيانا بتشتري من 910 ل 920 وبتيجي الاوبريتور الثاني مثلا مدار بش 920 ل 930 وبتيجي شركه مثلا ليبيا الاتصالات بتشتري من 930 ل 935 الحين هاي هي الفريكوانسي. اوكي هاي مصطلح الفريكوانسي، فريكوانسي باند وفريكوانسي باندويث تمام. وفي مصطلح ثالث هو فريكوانسي اي دي او سيل اي دي او سيكتور اي دي. الحين احنا لما فريكوانسي ريوز ما قال لك فريكوانسي اي دي ريوز، قال لك فريكوانسي ريوز، فانت باي ديفولت لما قال لك فريكوانسي ريوز قلت يبقى هون قصده في الباند او في الباندويث. لا، في فريكوانسي باند وفي فريكوانسي باندويث وفي فريكوانسي اي دي. الكتب الجامعيه تبعتنا كلها بتعرف السل فريكوانسي ريوز هو فريكوانسي اي دي ريوز، بس هم مش كاتبين كلمه اي دي. وصلت باشمهندس ابراهيم؟ معلش، هو ما المقصود بالفريكوانسي اي دي في حد ذاته يعني؟ ايوه الفريكوانسي اي دي او السيل اي دي او السيكتور اي دي بقول لك اسمع انا بدي اعطي لكل سيكتور اي دي. ولو فرضنا انه انا اعطيتك 2G 935 فانا هون بصير 937 وهون 938 و9 دائما بلس 2 937 939. طب السيكتور هذا يا ابراهيم هذا ما بستخدم هذول الاي ديات، بستخدم ايديات اخرى، فبقول 941 943 945 ولما اجي هون بقول لك 947 949 و9451. باشمهندس ابراهيم لو سمحت تفضل. ال 10 ميجا هادو من 910 ل 920 لو فرضنا ان هم على كارير واحده مثلا، يعني في كل شكل سداسي اللي هي احنا بنسميه سل، الشكل السداسي سل، والتقسيمه الداخليه بنسميها سيكتور، هذا المتعارف عليه عندنا احنا هنا. هل كل سيكتور بيكونوا فيه ال10 ميجا على كارير مختلفه في كل سيكتور او نفس الكارير؟ طيب خلينا اقول لك في شيء اسمه سل اي دي وفي شيء اسمه سيكتور اي دي وفي شيء اسمه كارير اي دي. السل هاي الشكل السداسي صح؟ ايوه هاي الها اي دي تمام، والسيكتور معروفه وهذا له اي دي تمام، والكارير له اي دي. ليش عشان احدد انا شو قاعد اشتغل بالضبط وين موقع بالضبط تمام. طيب ركز معي الان، الكارير اي دي هو فيكس. شو يعني فيكس؟ يعني لو فرضنا 2G انا عندي
العشرة ميجا هاي 2 كارير، فأنا عندي الفيرست كارير رقمه 1123 تمام، وهاي لها إكويشن بناء على الفريكوانسي ستارت والفريكوانسي إند، في لها إكويشن خاصة فيها بطلع لك الكارير آي دي تمام. فأنا فعليا باي ديفولت بستخدم هاي هون وبستخدم هاي هون وبستخدم هاي هون نفسها، صح ولا لا؟ فأنا فعليا نفس الكارير بكرر هون وهون وهون. فلو فرضنا انه انا عندي 1123 1135 مثلا، فأنا في عندي هون 1123 1135 1123 1135 1123 1135. طب انا كيف بدي احدد انا في اي سيكتور؟ عن طريق السيكتور اي دي. السيكتور اي دي should be unique تمام. شو يعني unique؟ يعني من غير تغيير، او سوري متفرد تمام. هون انا بستخدم الاشي اللي بسموه frequency reuse، يعني ممنوع انا اكرر السيكتور اي دي في مجموعة قريبة من بعض. يعني انا لما عشان استخدم هذا اللي هو 953، فانا بقول لك هاي لازم بلس 2 دائما بين سيكتور بلس 2 او بلس 3 حسب الاوبريتور تمام. فانا عشان ارجع استخدم الرقم هذا لازم استخدم في منطقة بعيدة، عشان اذا انا حددت نفس السيكتور هاي دي هون وهون انا بطير فيها. يعني انا كيف بدي اعرف انه انا هون ولا هون؟ عن طريق السيكتور اي دي تمام. اوكي، في منطقة بعيدة في نفس الشبكة باشمهندس إبراهيم. عادي في نفس الشبكة بس منطقة بعيدة، على أساس إنه خلينا نقول اليوزر يعرف هو وين مكانه بالضبط. لازم يكون في منطقة مختلفة تماما، حتى لو نفس السيكتور اي دي لازم يكون في منطقة مختلفة تماما. هاي هي مصطلح الفريكونسي ريوز. احنا ايش قالوا الفريكونسي ريوز؟ قال لك الفريكونسي ريوز انك انت تستخدم الفريكوانسي، المفروض يقول عليه اي دي، في مكان مختلف بعيد عن المكان اللي استخدمته فيه اول مره، لانه الباندويث نفسه والكارير نفسه، كيف بدي اميز انا وين مكاني؟ عن طريق السيكتور اي دي تمام. مهندس معلش، ممكن سؤال على نفس هاي النقطه؟ تفضل. بس موضوع السيل اي دي هو نفس الفيزيكال فيزيكال سيل اي دي؟ لا، الفيزيكال سيل اي دي هون المقصود فيها، ما هو شوفوا هي مسميات، يعني بدي اياكم هيك تركزوا بس. البي سي اي خاص بالسيكتور، هو السيكتور اي دي او فيزيكال سيل اي دي تمام. اوكي، هون حتخربط، يعني حتروح عند اوبريتور، حتروح عند فيندور مثلا، حتروح على هواوي، حتلاقي هواوي بيقول لك اسمع انا عندي السايت هذا فيه 3 سيل تمام. ايش تقول كيف 3 سيل؟ ما هو اصلا 1 سيل في 3 سيكتور، هو قصده بالسيل هي السيكتور تمام. في بعض الفيندور قصدهم بالسيل هو الكارير، يقول لك هذا السايت فيه 9 سيل، يعني كيف 9 سيل؟ ما انا عندي اصلا كله 3 تكنولوجي، حيقول لك انا قصدي الكارير، كم كارير موجود عندي. واللي بيشتغل في الفيندورز حاليا معانا من الطلاب فاهم المصطلح هذا بشكل واضح. حبيب بيقول لك، وفي بعض الفندرز بيقول لك نمبر اوف كارير بير تكنولوجي، يعني تخيل بيقول لك والله انا في عندي على سبيل المثال عندي 16 سيل. تيجي تقول له كيف 16 طلعت معك؟ بيقول لك انا عندي مثلا 3 جي على 1800 وال 2100، عندي 3 جي 1800 مثلا فيها 9 وال 2100 فيها مثلا خلينا نقول 7 او سوري ما تجيش 7 8 تمام. فتجمعهم بيطلع عندك 17 9 3 3 3 9 و2 ب2 ب2 6 15 كارير تمام. فانتوا انسوا هذا الموضوع، انسوا الاسم، لازم تفهموا شو يعني سيل، شو يعني كارير، وشو يعني سيكتور، وتعرفوا الاي دي تبع الكارير والاي دي تبع السيكتور، وباقي الامور انسوها تماما. الان فعليا لما تدخل على الفندور وقتها بتكتشف الفندور هذا هل بسمي الكارير على نمبر، هل بسمي السل على الكارير، ولا بسميها على السيكتور، ولا بسميها على المنطقه او على السايت، هو بيقول لك. بس انا بقول لكم هواوي بتستخدم منطلق السل على السيكتور، نوكيا اعتقد تطلق مصطلح السل على الكارير، وإريكسون تطلق مصطلح السل على السايت تمام.
مو تقريبا زي ما حكيت انه نوكيا السلعة على الكارير. محمد ما حكاه. فنوكيا فانت فعليا لما تيجي هذا السايت تيجي تقول لك مثلا عندي 2G و2G عنده 2 كارير، فلما تيجي تقول لك كم سل، شو بقول لك؟ عندي 6 صح ولا لا؟ على مثالنا هذا بقول لك انا عندي 6 سل. فانت تقول كيف 6 سل؟ احنا تعلمنا في الجامعه انه السل هي منطقه السايت صح ولا لا؟ صحيح. طب اذا كانت بس اكد لي، اذا كانت 3G على 2 ديفرنت فريكوانسي بيجمعوا السيلز مع بعض صح؟ 3G على على 2 ديفرنت فريكوانسي يعني مثلا 4G على ال 1800 2100، فال 4G في 3 كارير على ال 1800 مثلا و 3 كارير على 2100، هل بقول لك 6 سيل ولا 3 سيل؟ لا بحكي 6 سيل. السل بجمع لك الفور جي تبعت ال تبعت ال two different frequency صح؟ صحيح. فهاي المصطلح تمام حسب الفندر، حسب ما أنت شغال فندر، بس أنت بدك تفهم إنه السل هي منطقة السايت، إذا غير كلمة سيكتور بسل خلاص هي سيكتور سل تمام. لما يجي يقول لك مثلاً physical cell ID خلاص أنت عارف إنه هذا سيكتور اللي هو physical cell ID تمام VCI. تمام. طيب انت لما حكيت على الفريكوانسي اي دي اللي هو مثلا 93.790 قلت لازم يكون في فرق اثنين بينهم كانه بين في نفس السايت كل سيكتور عن سيكتور بيكون في اثنين. طب هل الاي بي اس نفس الشغله ولا؟ لان انا بصراحه كل نفس الشغله، مش هو نفسه البي سي اتش الفريكوانسي اي دي مش هو نفسه البي سي سي اتش؟ البي سي اتش هو الكارير اي دي. مهندس ممكن لحظه سؤال بس ثواني خلينا بس يعني ايش ما نضيعش عن خالد وما نضيع محمد. البي سي سي اي اللي بتكلم عنه يا محمد وين بتشوفه؟ الايش البي سي اتش؟ البي سي سي اتش ايوه. كم الرقم تبع البي سي اتش اللي انت بتشوفه؟ في عندي مثلا 975 976 977 على كل سيكتور. في 2 جي ايش؟ التوجي هذا. طيب اول شيء هذا هو البيجنج كنترول شانل تمام. البي سي اتش هو البيجنج، هو بيجنج كنترول شانل تمام. تمام. انت الارقام اللي بتشوفها ايش هي؟ هي الكيسك عام 97 يعني انا شايفها ان هي من ضمن الباند يعني اللي هي 975 976 977، بينما السيل اي دي عندي مثلا رقم السيل اي دي بيكون مثلا 61121 6 الفكر الثاني 61122 61123 زي هيك. حلو ممتاز. وايش كمان عندك؟ عندي سيل نيم، السيل نيم بيكون مثلا اسم السايت بلس السيل اي دي، يعني مثلا مكه 1 يو بعدين السيل اي دي 61121. ممتاز. طيب السيل اي دي الاول هو السايت، سايت اي دي. السايت اي دي للجي اس هذا كل سايت له اي دي تمام. حلو. كل سايت له اي دي تمام. فانت صحيح. عندك حسب السايت مكه بيكون ام كي مش عارف ايش كذا كذا كذا، هذا السيل اي دي وهذا معروف، هذا يونيك، هذا ما في ولا اي تو سايت في العالم بيحملوا نفس الرقم. صحيح صحيح. طيب اللي بعده انت ايش بتشوفه؟ اللي بعده السيل اي دي اللي هو نفس السيل نيم بس بدون هاي مكه 1 يو، بكون على طول 61121 مثلا. سيل 1121 هذا رقم السيكتور. الان فعليا هذا السيكتور حسب الفندور، في فندور بيجمعوا 2 2 2 وفي فندور نفس 3 وفي فندور 1 تمام. هذا السيكتور اي دي، هذا السيكتور بيتم تكراره كل مجموعه سايتات، يعني مثلا مكه بعطوك مثلا 500 او 400 بعدين له رقم، بعدين برجع بتكرر في مكان مختلف تمام. هو اللي حكيت عنه الريوز، هذا في فريكوانسي ريوز تمام. البيجنج شانل، السؤال البيجنج شانل عندك انت بتكرر ولا ما بتكرر؟
انت بتتكلم بي بي سي اتش ولا بي سي اتش برودكاست شانل ولا بيجينج شانل من برودكاست ولا من بيجينج؟ والله بصراحة ما بعرف. انا عشان اوصل لك الصورة، انا شغال ك امبلمنتيشن مانجر. انا هاي الشغلات كلها اللي بعملها جماعة الام بي او او جماعة البلانينج، فانا بالنسبة لي هاي اعرف باراميترز شغال مع الاوبريتر فيها، بس مش انا اللي بعبيها، مش انا اللي ففي بعض الاعرف باراميتر لحد الان مش واضحة معي، يعني مقارنة بالإشي اللي انا قاعد يعني اتعلمه منه. ماشي ما مشكلة. البي سي تي اتش من بيجي ولا من برودكاست؟ يعني الحرف البي لتحت ولا البي تبعت البوك؟ لا بي من بوك. بي من بوك، هاي اسمها برودكاست شانل كنترول مش بيجينج. البي سي سي اتش الاولى هي بيجينج، البي سي اتش الثانيه هي برودكاست كنترول شانل. حلو تمام. الكنترول ايش بيكون فيها؟ حلو بيكون فيها فهاي ايش بالضبط؟ ركز معي. البي سي البرودكاست كنترول شانل ايش بيكون فيها؟ فيها الاي اي اللي بسموها لوكيشن اريا ايدنتيفاي، تمام. وهاي عاده تمام بيتم التنويه لها حسب السيكتور. اوكي ثواني بس خليني بس اتاكد من حاجه واحده. هاي بيكون لها رقم، شوف it has sequence of 148 zeros transmission، يعني انت عندك 184 zeros transmission. وهاي بيتم تحديدها عن طريق البي تي اس. كم الارقام البي سي سي اتش في نفس البانك ونفس السيكتور مختلفه ولا متساويه؟ لا هو في الاخير نفس الباند اللي هو ال 900، بس كل سيكتور بيختلف بالضبط. يعني عندك سيكتور 1 975، سيكتور 2 976، سيكتور 3 977. بيكون 3 كودز، 3 ديجيت صح؟ 3 ديجيت بالضبط. هي هاي ال 3 ديجيت هو السيكتور اي دي، وبيكون فيها الموقع تبعك. يعني انا من رقم دي سي اتش تبعك بعرف وين موقعك بالضبط. والله انا بي سي اتش تبعي 935، انت موجود في مكه تمام تحت هذا السيكتور. اوكي تمام. طيب ايش عند طبعا هو ايش بيكون فيه؟ بيكون فيه اللوكيشن تبعك، وبيكون فيه السيل ايدنتيفاي، يعني بيكون فيه رقم السيل وبعدين فيه رقم البي سي اتش، صح ولا لا؟ يعني بيكون مثلا سايت اكس الرقم بيكون مثلا 935936، فانا عارف ايش السايت اللي مجموله فيها هذول البي سي اتش تبعاته. اوكي طيب الان ايش الاخيره اللي انت قلت لي عليها؟ الاخيره اللي هي السيل اي دي، وفي لسه شغلات ثانيه بارامترز، بس ما بدي اخش انا بمتاهات كثير ونطول في الديسكشن. بس في شيء اسمه بيسك وفي شيء اسمه لاك، البي اس اي سي واللاك. خلينا ناخذ واحده بس، نتكلم على الفيزيكال سيل اي دي تمام. هسه الفيزيكال سيل اي دي له اكويشن تمام. هذا الفيزيكال سيل اي دي بيكون 3 مضروبه الاس اس اس زائد البي اس 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 او ناقص البي اس اس. الان مشكله بعتمد على بس بدي اشوف انا اذا قدرت اطلع لكم. هذا بيكون يا باشا في عدد الكارير تمام. طيب ايش غير الفيزيكال سيل اي دي عندك؟ في شو اسمه اللي هو ال اي سي، اللاك اللاك. هذا اللوكال، احنا قلنا ال اي اي وال اي سي، يمكن اختصار للوكال اريا شيء. هو اثنين يعني ايدنتيفاير و ثواني بس خلينا نشوف اللاك. آه.
رجعتني للذي هو مضى. لا كان بالنسبة لي هون يعني بكون نفس الرقم نفس الكود لكل السكتورز ما بيختلف. اللاك نفس ال على كم كارير؟ على بحكي لك على 11 كارير او 11 سيكتور ما بدي اقول كارير 11. لا اللاك هو لوكيشن اريا كود. ايوه بالضبط لوكيشن اريا كود هذا بحدد لك انت موجود في اي لوكيشن. ثواني بس. This code is used as a unique reference for location of mobile subscription. تمام؟ يعني لأنه أنا بس بشوف اليوروب يوروب ستاندرد اللاك عندك تاج واللاك أوكي tracking area code ولوكيشن area code. التاج بيستخدموه في ال LTE. Yes. بس اللاك شو اسمه في GSM. Location area identifying mobile network operator. Location area consideration. The first two parts of the code are always the same for MNO. طيب أول رقمين من ال LAI تمام بيحدد رقم الأوبريتور. أول two digits من ال LAI بيحدد لك رقم الأوبريتور. أنت عارف إنه كل أوبريتور في العالم إله MNO. بس STC لها موبايل نتورك أوبريتور رقم ID خاص فيها. كل أوبريتور في العالم تمام بيكون إله MNO مش في العالم في الدولة بيكون إله MNO خاص فيه. فSTC لها two digits خاصة فيها. موبايل لها 2 ديجيتس زير لها 2 ديجيتس اي اوبريتور بيجي له 2 ديجيتس خاصه فيه. فاول رقمين في ال اي بيكون فيها ايش هذول 2 ديجيتس. فمن اول رقمين بتعرف انت هذا اي اوبريتور فيه. اوكي طيب ام ام اي هاز انفورميشن اون ام اس سي اون 2 جي اند 3 جي لوكيشن لوكيشن اريا ايدنتيفاي. طيب ال اريا ايدنتيفاي. الآن فعلياً هذا الـ AI تمام بيكون كمان مشمول فيه الـ MME اللي حيشبك فيه سواء على الـ على الـ MSC. انت عارف انه اي موبايل بده يروح على الـ MME واللي خاص فيه و MSC. يعني احنا قلنا مثلاً في الرياض في عندنا MSC في جدة في عندنا MSC تمام في مثلاً اي دولة ثانية فيها MSC خاصة فيها تمام. المنطقة الوسطى لها واحد MSC المنطقة كذا كل واحد كل منطقة فيها MSC حسب الأوبريتور. فبرضو تمام بيكون في الـ AI الـ MSC اللي حيكون شابك فيه. أنا حددت هو من أي أوبريتور وحددت هو من أي منطقة تمام. طيب only for relocation it has to be computed out of tracking area identified which is corresponding. طيب بيكون داخل الـ AI اللي هو TAI tracking area identifier داخله وهذا بيحدد هو موجود تحت اي سيكتور بالضبط تمام. اها اقول لك this creates dependency between the TAI و LAI. هو TAI داخل LAI اوكي يعني لما تشوف tracking area identifying بتلاقيها داخل LAI. التراكينج اريا ايدنتيفاينج هاي بيكون فيها مجموعه يعني كل مجموعه بي تي اسات بتكون تحت تراكينج اريا ايدنتيفاينج التراكينج يعني معلش شويه الموضوع ممكن يخليك مثلا شويه هيك تسرح بس انت عندك تي اي اي داخله دا يعني عليه تمام ال MSC عليه ال MNO هذا بيطلع لك ال LAC يعني معلش احنا شويه انا بديش اشرح بس بدي اشرح لك اياها على بس هاي النقطه تمام. فال AI ايش بيكون موجود فيه بيكون فيه موجود ال TAI في عليه تمام ال MSC
في عليه ال M N O. هاي هي تمام. طيب طبعا خلينا بس نرجع بس one step على الفيزيكال سيل اي دي. في بس عشان بس اكد لك انا في التوجي بسموها سيل اي دي، في ال ال تي بسموها فيزيكال سيل اي دي. يس سيل اي دي فيزيكال سيل اي دي. بس هسه الفيزيكال سيل اي دي في الفور جي بتكون من 0 ل 500 في ديجيت في ال في الـ او لا الـ سيل اي دي سوري البي سي اي في البي سي اي في ال تي اي اللي هي اختصار كانه لفيزيكال فيزيكال سيل ايدنتيفاي فيزيكال سيل اي دي بتكون 3 ديجيت، بينما اللي في الـ في ال 2 جي بتكون بتكون 5 ديجيت. وفي ال 5 جي لا بتكون ما بتكونش بتكون من 0 ل 500 صح، من 0 ل 504 في 2G. تمام في 2G والله انا ناسي كم في 2G. في 2G بحكي لك هي شو اسمه تيجي 5 ديجيت. طيب اول 3 ديجيت بيشبهوا بعض، بتكون مثلا 611 لكل سيكتور. ال 2 ديجيت الثاني بتكون بالتسلسل يعني مثلا 21 22 23 زي هيك. طيب في ال 5G بيكون 1008 ديجيتس، 1008 اللي هو 4 ديجيتس، اللي هي من 0 الى 1007 اللي هي 1008 كودز، وهون من 0 ل 503 اللي هي 504 كودز. تمام هاي 504 كود. الحين هون انت بتشوف الارقام، بتشوف مثلا 935 932 931 الى اخره، هاي المقصد فيها هون. تمام هاي بتكون انت ما بتتكرر معك صح ولا لا الفيزيكال سيل اي دي؟ الفيزيكال سيل اي دي للسيكتورز ما بتتكرر، ما بتتكرر الا لما تروح على منطقه مختلفه، طلعت من جده للمدينه. هون هذا احنا هون بنسميه فريكوانسي اي دي ريوز. اوكي اوكي في شيء اسمه اليو ار ان اف سي، والله ناسي هو ايش هو الكارير، في له اختصار لما يقول لك كارير 1 وكارير 2 ايش هو اليو اليو كيف انت بتحدد كارير 1 وكارير 2 اليو يو ار يو اف؟ بصراحة مش واضحة معي موضوع الكارير. واحدة واحدة بس خليني بس أنا أشوف الاختصار اللي هو اليو ار إيش؟ كارير نمبر. هسا الفيزيكال سيل اي دي احنا اتفقنا ان هي السيكتور سيل اي دي. اوكي فانت كل سيكتور عندك يونيك نمبر، ما تقدر تستخدمه بغير 503، ما تقدر تستخدمه بغير في منطقه مختلفه. اوكي تمام حلو. طيب بس نطلع الكارير. الكارير في 4 جي له اسم اللي هو اليو ار مهندسنا. هلا مهندسنا عشان الوقت. باشمهندس ابراهيم تفضل لو سمحت، يعني انتم دخلتوا في تفاصيل وحاجات كثيره يعني في بعض الناس كتبت انا ضعت يعني انا ما بدي اضيعكم. هاي ديب تكنيكال ان شاء الله بس تروحوا على المهم. في عندنا شيء ثاني والله انا ناسي شو التفصيل، ناسي شو الاختصار تبعه. هذا الشيء الثاني في له ايكويشن، هاي الايكويشن هي بتطلع لك الكارير اي دي تمام بناء على ستات فريكوانسي تبعه. اوكي
انا بعطيكم المصطلحات باسمها العلمي لما اقول لكم سيل اي دي، سيكتور اي دي، كارير اي دي، تمام؟ الان عمليه البحث هاي بدكم شويه تدخلوا فيها او تسالوني فيها ليترن على الخاص بنشوف الموضوع هذا، تمام؟ طيب بس مهندس ابراهيم بالله لو سمحت تفضل. يعني اوكي السيل اي دي والسيكتور اي دي والكارير اي دي، اوكي انا 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 يعني بنفهم فيزيكلي، انا داخل في الخلايا اللي رسمتها حضرتك ثلاث خلايا تري سيل او تري سايت، داخل السيكتور انا بستخدم الباند ويدث من 910 ل 920، اوكي صحيح. على فرض اني بنرسل 1 كارير، ال 1 كارير هذه حترسل على فريكونسي معين صحيح؟ يس. هنقول مثلا 910 ل 905 مثلا، خلينا نقول 915 ماشي كويس. هذا ال 915 حيتكرر في السيكتور الثاني وفي السيكتور الثالث نفس الارقام هذه، في السايت الثاني وفي السايت الثالث everywhere. لا في السيكتور، السيكتور الاول في الارقام هاي، في السيكتور اللي جنب الثاني حتتكرر في السيكتور الاول، وحتتكرر في السيكتور الثاني، وحتتكرر في السيكتور الثالث، وحتتكرر في السايت الثاني، سيكتور اول، سيكتور ثاني، سيكتور ثالث، حتتكرر كل مكان لانه هاي ريسورس بيشتروا 5 ميجا بملايين، بيشتروا 5 ميجا من 910 ل 920 بيشتروها بملايين، فبدهم يستخدموها ايفري وير. يعني اوكي كلير واضح. لو تو سيكتور اللي هم مقابلين بعض من تو سيلز من تو سايتس، متخيل معي الوضع يعني جنب بعض ككارير كفريكونسي، ما الذي يمنع الانترفيرنس؟ السيكتور اي دي. هذه باشمهندس ابراهيم يعني اوكي مانيش عارف هو فريكونسي ماشي في الهواء، هل في كودينج يعني داخل الداتا؟ يعني اوكي في اي دي للسايت وفي اي دي للسيكتور، وفي هل بيتم تحليل الداتا هذه يعني بحيث ان اليوزر يعرف ان هذا مش 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 ان هو حاليا مش في السايت اي، ان هو في السايت بي صار هاند اوفر؟ اكيد اكيد يا حبيبي. ما هي ها هون ليش احنا ضفنا السيكتور اي دي؟ احنا بنقول لك انه داخل البيانات في جزئيه انا باخذها الاوفر هيد بيتس فيها مثلا فيزيكال سيل اي دي، تمام؟ فيزيكال سيل اي دي بيقول 93939، تمام؟ فانا عندي اشاره نفس الفريكوانسي، نفس الباند، نفس الباندويث، انا اجتني اشاره قوتها ناقص 90، وفي اشاره ثانيه يا ابراهيم تمام جايتني تمام 937 قوتها ناقص 70. فانا فعليا باي ديفولت بقول لك هاي الاشاره موجوده في النقطه هاي، صحيح؟ تمام. وهاي وانا بما انه انا ناقص 90 فانا جايتني اشاره هاي قوتها ناقص 70، تمام؟ بس انا بما اني انا جايتني اشاره ناقص 90 معناته انه هاي السل تمام موجوده، مش عارف كيف بدي ارسمها هيك، موجوده هيك، فانا في سايت بس انا بعيد عنه لانه نقوط الاشاره تبعته ضعيفه، فانا كل ما هاي تصير اقل وهاي تصير اقل وهاي تصير ناقص 90 وهاي تصير ناقص 70، فانا كاني مشيت من هون لهون، فبعمل ايش؟ بعمل هاند اوفر. تمام تمام باشمهندس، تمام وصلت. انا عندي قوه اشاره وعندي سيكتور اي دي، فانا بعرف انتقل من السايت الاول للسايت الثاني. تمام باشمهندس. اضيف لك كلمه تعجبك شويه، اون ذا سيم كارير. وذ ذا سيم كارير، اوكي كارير، تمام؟ لانه انا الكارير رقم 1101، انا بدي انتقل على نفس الكارير. ليش ابراهيم نفس الكارير؟ لانه البروسيس تبعت هاي الكارير هي نفس البروسيس تبعت هاي الكارير، تمام؟ فلو فرضنا على سبيل المثال هذا الكارير فور داتا، فانا بدي انتقل على الكارير تبع الداتا، خصوصا لما نجي نتكلم على 3 جي، تمام؟ لانه 3 جي ممكن يكون كارير تبع داتا وممكن يكون كارير تبع فويس، تمام؟ تمام باشمهندس ابراهيم، تمام باشمهندس ابراهيم. وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا، وما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل شيء جديد. يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.